أسئلة تتعلق بالتحديد، جزاك الله خير على حسن الكلام. الإساءة للزلم لا يجوز، ما سمع ما الذي لا يجوز؟ إساءة الظن. نعم، إساءة الظن لا يجوز. كي نتجنب مثل هذه الإساءة الظن في بعض الأشياء تدور في قلوبنا وفي أسماعنا، فإذا ما نكون سريعين لم نكن نسأل الحقيقة. فماذا هو عقيدتكم؟ سمعت الكلام كثير، لكن أحب مباشرة نسمع منك أنا مسؤول على مستواك العلمي ومسؤول على مستواك أنك ستمر دولة يعني. فما هو يعني اعتقادكم في القرآن؟ في ذاته؟ هل هو مقبول؟ كلام الله نقطة واحدة التي يدور في المجتمع؟ نريد أن نستمع وكل واحد أن يفهم يعني بكل وداعة وصراحة إذا حبست تتطرق على هذا الموضوع. وإذا أردت أن تؤجله يعني مقابلة شخصية فلا عندي مانع. أنا أعتقد السؤال هذا خاص بك أنت لوحدك، أو maybe 2 أو 3 أو 3 أو 4. إن شاء الله after the gathering tonight you sit with the Sheikh إن شاء الله and you have plenty of time إن شاء الله to explain to you, so you cannot perhaps be interfered with somebody. I'm sure there are lots of brothers and sisters would like to ask questions إن شاء الله. So after we finish إن شاء الله. No, I'm with the Sheikh. I'm just telling you that if you want to talk to the Sheikh, I don't want to hear this question myself. So you two sit down with him, inshallah, after we finish, and you have plenty of time, inshallah. Jazakumullah khair. I don't say that I'm not going to answer. We will answer the question, but privately. And yeah, then inshallah. We can see what the answer is going to change. Yeah, maybe interest for you, maybe it's not interest for me. So inshallah, this is after we finish, you sit down with the Sheikh. No, who is all of us? Who is all of us? I am with you, but who is all of us? You? Me? Well, you ask, I don't want to ask. You cannot even from asking. Right? I am not asking you to... After... This is not the other problem. And now? He's answered me, I will be satisfied. I told him. Yeah. If you are willing, okay. Mr. Sure. Habib. انتهى للشيخ يمكن ان يجي الله يمسح. اوكي، انا الشيخ قد يختار الوقت المناسب. ايوه الناس يتفنش. نعم، يعني لا يلزم انك تتحدث. لا الشيخ يجيب. خلاص وهو يجي ويحدثه برايفتلي. ماشي، ياخذه ويتحدث معه. يا الله خير. طيب بالنسبه لهذه القضيه، انا ايضا اؤيد ما اقترحه علينا شيخنا الشيخ محمود عمران، ان يكون مناقشتها فيما بيننا ومن شاء يعني الاخوان ليتعرفوا على ما نقول في هذه القضيه. والسبب في ذلك ان هذه القضيه قضيه جدليه ما كانت موجوده في صدر الاسلام، وفي حقيقه لا يتعلق بها شيء مما يتصل لا بحقيقة تنزيه الله سبحانه وتعالى، ولا بالعبادة التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. In English, no. لا هو يعني أبدا الأسئلة الآن باللغة العربية، and then I'm going to the translation. والأمر الثاني أن هذه القضية قضية حادثة، بمعنى أنها نشأت في القرن الثالث الهجري. والمسلمون الذين تقتلوا قبل ذلك ما كانوا يعرفون هذه القضية ولا طرحت. ثم لما طرحت هذه القضية اختلف المسلمون في تحرير موضع النزاع فيها. أنت الآن تسأل هل القرآن مخلوق أو هو كلام الله؟ صحيح؟ هذا الذي يحاط بذلك. طيب هل هاتان الكلمتان متقابلتان؟ هل الذي يقابل المخلوق أنه كلام الله أو يقابل المخلوق أنه الخالق؟ أنت الآن تلزمني أن أختار بين اختيارين ليس بينهما تقابل. ما الذي يقابل كلمة مخلوق؟ يقابل كلمة مخلوق خالق، ويقابل كلمة وحي من عند الله أنه كلام من عند البشر. صحيح؟ صحيح أو لا؟ أنا أريد أن أسمع
فلذلك هذا الذي يعني انا حتى اوضح لك ان احيانا حتى السؤال انا اصحح لك سؤالك الان ان السؤال في نفسه خطا، لان حينما تقول هل هو مخلوق هل هو وحي من عند الله هذا السؤال خطا في ذاته. يعني لما تقول هل انت نائم او انت تاكل لا علاقه، عكس النائم يقظان، عكس الذي ياكل جائع، هاتان الكلمتان متقابلتان. فإما أن تقول هل هو خالق أو مخلوق، أو أن تقول هل هو وحي من عند الله عز وجل أو هو ليس وحيا من عند الله تعالى. هو وحي من عند الله. إذن هذا إجماع من أهل العلم أن القرآن هو وحي الله سبحانه وتعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز لفظا ومعنى. هذا هو تعريف القرآن عند المدرسة الفقهية التي أنتسب إليها وعند سائر علماء المسلمين. ولو ما أدري كنت قد حضرت اليوم خطبة الجمعة، ما حضرت خطبة الجمعة أنا، يعني كان موضوع الخطبة عن تأثير القرآن في حياتنا، وكنت دائما أتحدث that the Quran which is revealed to our Prophet محمد صلى الله عليه وسلم is the source of guidance and mercy in our life. But how can we respond to that revelation of the Quran? So brothers and sisters, the question I left to have understood the question and then my answer. ما أدري أنتم طلبتم الإجابة ولا تطلبون الاختصار، صار عادل يعني ما الذي تريدون؟ لا لا أقول الإجابة هذه كافية؟ طيب هذا يعني أعطينا إشارة أن الإجابة كافية، بارك الله فيك. فعلى أن ينبغي لنا نحن أيضا الله سبحانه وتعالى، وهذه يعني أنا أذكر بها نفسي وأنصح بها إخواني المؤمنين. This is a reminder for myself and for my brothers, which is really very important. The Caliph عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه, who is considered to be the fifth guided Caliph, the fifth amongst the guided Caliphs, رضي الله تعالى عنه, was asked about the dispute that happened between the Sahaba. His answer was, تلك الإماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. This is عمر بن عبد العزيز. Only after 100 years from that dispute, or 150 years after that dispute, and when he was asked, he said, these are bloods that Allah subhanahu wa ta'ala has purified our swords from. So let's purify our tongues from. And then he quoted, تلك أمة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. You are not going to be asked about what they have asked, what they have done. We are going to be asked about our doings, our actions. So if there are any sort of disagreement between our early Muslims, we have to respect that. But we are not entitled, we are not forced to inherit these disagreements. If non-Muslims nowadays are unifying themselves, they have been in wars and fighting each other no more than 60 years before now, or 70 years. In the First World War and the Second World War, but they are trying to forget all of that. There are different nations, different languages, different lands, and probably different ambitions even. Yet they are able to establish a unity, which is a powerful unity nowadays. We have all the components of establishing unity, yet we are forgetting all of that, and we are still bringing the past and trying to live in that past. As we are not living in this 15th century of Hijrah or 21st century of trust. So we have also to elaborate ourselves, to free ourselves from some of the limitations and restrictions if they are not related to our lives. So your question is good, it is authentic. And when I said that I don't want to answer publicly, and Sheikh Imran said it explicitly, this is not because we don't have the answer. This is because we don't want to recall bad memories. We want to respect all scholars
all imams. And but what is heritage? Let's leave it as heritage. We are of today now. We have our challenges. We have a lot of troubles nowadays. We have new responsibilities. I mean, a lot of our brothers here are asking about our new generation. They are not asking about themselves, I know. They are here in the mosque, and mashallah, but they are asking questions because they are thinking of their children and the generation, Muslim generation, to come. Jazakallahu khairan. So can you repeat the question? The question was of the spread time everybody is making. It's about why the Quran. The question was, is the Quran created or revealed? And my answer is that these are not opposite words. When it says created, so it's either created or not created. So if it is not created, then it is the creator. And there's no creator except Allah subhanahu wa ta'ala. But we can divine the Quran as all scholars define it, that it is the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala by which everybody is challenged to bring a light, but they are unable. And by reciting it, we are doing an act of worship. This is the definition of Quran. Jazakumullah khair.